تابعنا في الحلقة الماضية تطورات يعني استمرار حبس نشطاء أقباط في السجون المصرية على ذمة الحبس الاحتياطي. شفنا موضوع جديد كان موضوع بيتر وباتريك جورج، وأيضا موضوع رامي كامل، وكنا عرضنا أمام حضراتكم مدى تخوف محامي رامي كامل من انتقال العدوى إليه من بعض المرضى بمرض كورونا. معنا على التليفون شقيقة رامي كامل. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، تطمنينا الاول على صحة والدته. الحمد لله، نشكر الله على كل حال، بس صحة والدتي مش هتبقى كويسة الا لما رامي اخويا يخرج بقوة ربنا. هي يعني طول ما هي في قلق وفي خوف على رامي، ورامي لسه محبوس، هي صحتها مش هتتأزم. ايوه، تعرفينا طيب مدى صحة الكلام اللي قلناه الحلقة الماضية عن ان 2 من زملاء رامي في السجن كانوا يعني مرضى بمرض بوباء كورونا. احنا بصراحة عرفنا من من البوست اللي كان برضو منزله الاستاذ سعيد فايز المحامي، ان هو يعني طلب يسلم على رامي ويعيد عليه، فالقاضي قال له بلاش ما انصحكش، علشان هو في القفص ناس عندهم كورونا. فطبعا احنا كنا في منتهى القلق والرعب على رامي وخايفين جدا عليه، وخاصه ان رامي مريض حساسيه، ويعني مرضى الحساسيه اكثر عرضه للامر دوت. الاصحاء بيبقوا بعاد وبيحاولوا يحافظوا على نفسيهم ويتجنبوا، فما بال حضرتك مريض حساسيه متقدمه فقفص مع مرضى كورونا. فما صدقنا جه الميعاد بتاع الزياره، رحت اطمن على رامي. الحمد لله نشكر ربنا، يعني ربنا كان بيحفظ وبينجي. احنا طول الفتره يعني ابن رامي واحنا بنطلب من الرب يكون معاه ومسنده، ونشكر ربنا هو كان كويس. انا بساله بقول له طب فعلا كان في معاك حد في القفص عنده كورونا؟ الاستاذ سعيد بيقول كان القاضي قال له في 2، قال لي لا هو كان للاسف كان اكتر من 2 بكتير، وفي فعلا ناس عندها كورونا. بقول له طب عملت ايه؟ قال لي خدت جنبه كانت الكمامه على بقي، ونشكر ربنا على كل حال. قلت له صدقني احنا بنصلي لاجلك والدنيا كلها بتصلي لاجلك، ربنا قادر يحفظك ويشيل الوباء من العالم كله. فنشكر ربنا، يعني انا لما كنت في الزياره الاخيره هو كان بخير الحمد لله، ونتمنى دايما يا رب يكون بخير وربنا يرفع عن الناس كلها. ايوه، احنا شفنا في الايام القليله الماضيه احد الاقباط اللي كان مقبوض عليهم، اعتقد كان اسمه خليل رزق، ده تم الافراج عنه يعني منذ ايام. هل معنى كده ان احنا ممكن نسمع خبر الافراج عن رامي كامل قريبا؟ احنا بنتمنى، وبنناشد سياده الرئيس، بنقول له احنا كنا في انتظار يا ريس خروج رامي على قبل عيدنا وعلى عيدنا وحتى بعد العيد، ولما ما حصلش انتظرنا خروجه قبل العيد في الافراجات اللي كان الرئيس عاملها، وعلى العيد بتاع رمضان وحتى بعد العيد، لكن ما حصلش. لكن بنقول بشرة خير ان حد خرج من القضية، وبنناشد سيادة الرئيس ينظر لرامي كامل. رامي كامل ما عملش حاجة يستاهل عليها الحبس الاحتياطي دوت. رامي كامل مريض مرض حساسية، وفي السجن مرضى، ويعني حضرتك بتفرج عن ناس يعني قد يكون يعني اذنبوا وقضوا نص المده وكانوا مطابقين لشروط الافراج. رامي ما عملش حاجه يا سياده الرئيس. رامي التحقيق اخر تحقيق كان معاه كان في 11/2019، من وقتها ما اتحققش معاه، ونشكر ربنا ما عليهوش حاجه. رامي الحبس الاحتياطي المفروض ان هو قانونيا، مش احنا اللي بنفرض، قانونيا ساقط، لانه في جلسه من الجلسات ما حضرهاش، والاستاذ سعيد المحامي تفضل مشكورا بتقديم طلب للنائب العام بيطالب فيه باسقاط الحبس
لان هو ما حضرش فعلا الجلسه. فيعني في حاجات كتير بتقول ان رامي بريء، وبنرجوه وبنجده يبص للامور دي كلها. وهو فرح قلوب ناس كتير على العيد بتاعنا وعلى عيد رمضان، واحنا كنا في انتظار ان قلبنا يفرح بخروج رامي، وما زلنا بنجده وما زلنا في انتظار، بنقول له يا سياده الريس انت اب لكل المصريين، رامي كامل ابن من ابنائك، من فضلك انظر في الامر. رامي كامل ما عملش اي حاجه، رامي كامل شاب محترم مثقف مشهود له بالوطنيه بحبه الشديد لبلده. رامي في عز ظروفه الصعبه، في مره من المرات القريبه لما رحت ازوره كان بيسالني دايما الاقتصاد عامل ايه في كورونا، الدنيا عامله ايه في كورونا، بقول له الى حد ما الدنيا شويه يعني مأثره على الناحيه الاقتصاديه، قال لي طب ما يعني يهتموا شويه بالسياحه، بسياحه العائله المقدسه ممكن تساعد في الدخل القومي للبلد. يعني في عز ظروفه وفي عز الضغوط هو بيفكر في اللي يساعد بلده. رامي كامل مش حد ابدا ابدا يتخاف منه، رامي كامل لو ما قدمش خير لبلده عمره ما هيقدم شر. فارجوك يا سياده الريس انظر في امر ابنك كمصري من ضمن المصريين، كابن ليك من ضمن اولادك، واحنا في انتظار يعني في انتظار ان حضرتك برضه هتنظر في الامر جاي. وفي انتظار الافراج عنه، وبطلب من كل الناس من كل الناس تلجا معانا لله بالصلاه لاجل رامي، ان ربنا يحفظه ويحميه وينجيه ويخرج بالسلامه. احنا بننتظر ايدك يا رب، بننتظر ايدك أمين. تبقى معانا أمين. ومع رامي، ويرفع ربنا الوباء عن كل العالم ويشفي كل مريض. امين امين. متشكر جدا ليكي، وتحياتنا لوالده رامي، بنرجو ونتمنى لها بالصحه والسلامه دائما. متشكر جدا ليكي. ايضا معنا على التليفون الدكتور ابراهيم حبيب، نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطيه في اوروبا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك. يعني موضوع العديد من النشطاء الأقباط اللي ما لهمش أي ذنب ومحبوسين بدون أي تهم واقعية أو حقيقية، كلها تهم مطاطة، لكن للأسف بيتم استغلال قانون الحبس الاحتياطي، وتم التمديد للعديد منهم. عندنا رامي كامل محبوس منذ نوفمبر 2019، إيه رأي حضرتك؟ طبعا ده يعني واضح انه في منتهى الظلم، سوء استخدام الحبس الاحتياطي والمدة الطويلة جدا للحبس الاحتياطي بدون ادلة. ازاي انسان يتحبس حبس احتياطي بدون ادلة؟ الادلة اللي هي البوليس قدمها بالنسبة لرامي، المحامي جاء واثبت ان ال 52 تحويل دول ما لهمش اي اساس، وان ملوش طبعا. يعني انا عايز افهم مثلا الاتهام بالانضمام الى جماعه ارهابيه، هل يا ترى رامي او بيتر نشأت انضموا للاخوان المسلمين؟ احنا عندنا عندنا هل في مصر في جماعات ارهابيه مسيحيه؟ أنا عمري ما سمعت عن كده ولا أتخيل كده. طب إيه هي؟ الواضح إن في تعسف وفي سوء استخدام للحبس الاحتياطي، مدته أعتقد إن هو في مصر سنتين، طبعًا ده مدة طويلة جدًا. الحبس الاحتياطي عندنا في إنجلترا هنا 56 يوم لازم يقدم لمحاكمة. إنما دلوقتي التقارير الدولية كلها بتشير لكده، وبتخلي يعني منظر مصر يعني صحيح احنا شايفين ان مصر بتتقدم والانفراستراكشر بتتحسن وفي مشروعات كتيرة جدا وطرق ووسائل مواصلات
كله ماشي كويس، بس إلا في الحقوق والحريات. يعني إزاي مصر تمشي كويس في كل المجالات؟ احنا طبعا تمنياتنا بالتقدم لشعبنا ولأهلينا، والرخاء والحب والسلام يدوم، بس مش بالتعسف، مش بالانتهاك للحريات والقوانين اللي معمول بها في معظم بلاد العالم. ومصر بتستخدم بطريقة سيئة جدا. التقارير الدولية بتتكلم على الكلام ده، وللأسف ان مصر يعني وضعها الحريات حاجة تكسب. يعني مش هنتكلم على مثلا الهيومن رايتس ووتش لان موقفها ضد مصر، وطبعا تقريرها كلها بتبقى ضد مصر. طب خلاص نسيب الهيومن رايتس ووتش، انما مثلا وزارة الخارجية، تقرير وزارة الخارجية، وده تقرير عادل على فكرة، وبيتكلم على حاجات، بيتكلم على القتل خارج نطاق القضاء، الناس اللي بتموت في السجن، الناس اللي هي مريضة وفي السجن ومش بتعالج، الاعتقال التعسفي بالذات ذكر أكثر من مرة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، كل ده مذكور في تقرير وزارة الخارجية. وكل أشكال القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع والتشهير، كل ده فعلا كلام بيحصل، ده كلام أكيد. إنما الاعتقال التعسفي هو اللي احنا بنعاني منه. مفيش جريمة محددة وثبت إن هي حصلت، مفيش أدلة تقول ان رامي او بيتر نشأت انضموا الجماعة الارهابية. طب ايه هي الجماعة الارهابية دي؟ هل يا جماعة حد يعتقد ان في جماعة ارهابية ابطية بيقوموا بالارهاب؟ طبعا يعني ده كلام يعني واضح انه مختلق، وواضح ان ده مجرد عنف وتعسف وانتهاك للحريات والقوانين. مصر بلد، مصر دي بلد عمرها 7000 سنة، لأول بلد يبقى فيها قوانين وجيش نظامي وهيراكي في الحكم، ويبقى فيها حضارة. ده الكلام اللي كاتبينه الفراعنة على حرية المرأة وعلى العدالة وعلى كل الحاجات دي، والإنسان لما يجي يحاسب يقول لك أنا ما أذيتش إنسان ولا 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 بوسط ولا حرقت زرع ولا مش عارف إيه. طبعًا طبعًا مصر دي بلد الحضارة عمرها 7000 سنة، ما مش ممكن يبقى فيها تبقى بوليسية ومتعسفة ومنتهكة للحريات بالشكل ده دلوقتي. يا جماعة إحنا مرينا بظروف صعبة، أيام الإخوان وأيام طبعًا الإخوان والسلفية الجهادية طبعا ده كل ده زرعته أمريكا وتيفر، وباتفاق مع يعني وتيفر يعني في أسباب ليه في السياسة. حصل، ومصر عانت لمدة 30-40 سنة من جماعات الإرهابية. دلوقتي الحمد لله، الحمد لله إن الرئيس السيسي والجيش والبوليس تمكنوا من تحجيمها، انما مش على حساب الحريات والعداله. يعني محدش بيقبل الظلم، انما اللي بيحصل في مصر بيعمق احساس الناس بالظلم وكراهيه الناس لجزء من البوليس. طبعا احنا عايزين البوليس بتاعنا يبقى بروجريسيف، يبقى متقدم جدا، ويبقى عامل زي ما احنا بنشوف في الغرب، يتعامل بشيء من العدل مع الناس وبشيء من احترام القانون. والقانون يعني أضاء يعني أشارت إليه المنظمات في التقارير إن اللي بيحصل فيه ترسيخ للحكم الاستبدادي وتقويض استقلالية القضاء المتضائلة. يعني في يعني دي ملاحظات بتلاحظها الجهات الأجنبية في مصر وبتكتبها في تقاريرها، بتبقى لها ريفليكشن ورد فعل سيء،
يعني إذا كان دلوقتي مصر بتحارب الإرهاب، إنما الحمد لله الإرهاب تم القضاء عليه تقريبا، ويعني عايزين مجال الحريات يتسع شوية ومجال العدالة يتسع، والبوليس يبطل القبضة الحديدية بتاعته دي ويبطل تاكل الحريات ويطبق القوانين ده المفروض يعني يعاد النظر فيها، اللي هي بتدي حريات للبوليس وبتدي فترة طويلة من الحبس الاحتياطي. مفيش فترات طويلة بالطريقة دي للحبس الاحتياطي في أي دول محترمة في العالم، ويساء استخدامها زي في حالة رامي وبيتر. طبعا دي أمور واضحة جدا إن دي نقط سيئة جدا في 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 الوضع الحالي في مصر، ويجب الانتباه ليها ويتوضع ليها حد، لأن هذا يكفي يعني كفاية ظلم وانتهاكات للأفراد ولعائلاتهم، لأن الأفراد دي وراها ناس وراها عائلات وراها إخوة وأب وأم وأولاد. الظلم ده بيقع على كل، مش بيقع على فرد واحد. أيوه للأسف. أيوه متشكر جدا. دي النقط اللي باينة للعالم. أيوة. وإحنا طبعا بنلتمس من الرئيس السيسي إن هو يعني يعمل توجيهات أو يصدر عفو. الناس دي ما ظهرتش لها أحكام لغاية دلوقتي طبعا. إنما هيصدر أحكام يعني عفو عن إيه؟ ما دي ما أدينوش. مفيش إدانات. مفيش قضية من الأساس. الناس دي كلها مظلومة ومحبوسة. أيوه. محبوسة احتياطي. أيوه. وهذا يكفي. المدة الطويلة دي تكفي. أيوه. ده حقيقي. فده يعني اللي عايز أقول يا أستاذ هاني. الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية وسوء استخدام التواصل الاجتماعي ونشر، إيه الانضمام لجماعة إرهابية؟ في حد فينا سمع عن جماعة إرهابية مسيحية؟ ولا هو مثلا يكون انضم للإخوان المسلمين؟ ما هي النقط يعني فيها لبس جانب. أيوه ما ينفعش. إيه ده؟ ما ينفعش. أيوه. لأن حتى ده كذب، يعني كذب ظاهر جدا. أيوه. تلفيق رهيب. أيوه. للناس مسؤول عن الحقوق. ده حقيقي. الحقوق للمواطنين، مسؤولية الدولة توفير الأمن. دلوقتي توفير الأمن للمواطنين طبعا. دلوقتي عدم الأمن جاي من أجهزة الدولة. من البوليس. هو سبب عدم الأمن حاليا. أيوه للأسف. ما طبعا في أمثلة حسنة جدا. وبنشوفها ونسمع عنها. إنسانية جدا من ضباط بوليس، وبيشوفهم في الفيسبوك وبغيره بيعملوا مثلا بيقدموا بيساعدوا حد إنسان ضعيف إنسان فقير محتاج لهم مساعدة بيساعدوه، والناس بيشكروا الإنسانية بتاعة ضباط البوليس. بس يا جماعة في ضباط بوليس بيسيئوا استخدام القانون، بيظلموا الناس الأبرياء. يعني مفروض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتبه، لان في اختلال في بعض اجهزه الدوله. تمام. وفي استخدام البوليس بالقوه. تمام. متشكر جدا لحضرتك الدكتور ابراهيم حبيب، نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطيه في اوروبا. رامي كامل كل اللي عمله انه شارك في إظهار ما يعاني الأقباط في عدة حوادث وعدة اعتداءات طائفية، ونشر وكتب الحقيقة. رامي كامل كان لي أيضا مواقف وطنية، وكان لي أيضا مواقف جمعت ويعني وفقت بين الكنيسة وبين الدولة، ومواقفه الوطنية أو مواقفه الإيجابية سواء لمصر أو للكنيسة كانت كثيرة ومتعددة، لا يستحق أبدا ما يحدث له الآن منذ نهاية شهر نوفمبر عام
19، إذا كانت الدولة للأسف اللي يعني بتتعمد ومؤسسات الأمن بتتعمد الضغط على رامي كامل باستمرار حبسه حتى الآن نظرا لمواقفه اللي أخذها لما تبنى العديد من القضايا القبطية، سواء اللغة القبطية أو تدريس اللغة القبطية، وأيضا عندما طالب بتدريس التاريخ القبطي، وعندما أيضا شارك بفضح العديد من الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط. من منا من الأقباط لم يقم بذلك؟ مين مننا ما عملش نفس الشيء وقال الحقيقة ونشر الحقيقة اللي بتحصل للعديد من الأقباط في محافظات وقرى ونجوع صعيد مصر؟ أعتقد ما قام به رامي كامل ليس بالجرم الخطير، هي ليست بالجريمة، بل هي تأتي متوافقة جدا مع نص الدستور المصري ونص القانون المصري. لكن للأسف هناك البعض من المسؤولين داخل مؤسسات الدولة الأمنية اللي بصفة شخصية دخلوا في عناد مع رامي كامل واستمروا في تجديد حبسه حتى الآن. بنرجو أن استغاثة شقيقة رامي كامل واستغاثة الدكتور إبراهيم حبيب تجد صدى لدى المؤسسات الأمنية المصرية على الأقل نظرا لحالة رامي كامل الصحية وخطورة وجوده داخل السجن الآن. وأعتقد أنه يعني إذا كانت هناك رسالة تريد مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية أن ترسلها إلى رامي كامل، فده للأسف حصل على مدى أكثر من سنة ونصف الآن منذ حبس رامي كامل من نوفمبر 2019.